أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استمرار مؤمن سليمان في منصبه وتجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأبيض، موضحا أن قرار الإبقاء تم اختاره لإسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق. وعقد منصور اجتماعا مع الجهاز الفني للفريق بعد تجديد الثقة في أعضائه، وكان سليمان وجهازه المعاون قدموا استقالتهم للنادي بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.